الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أيها الإخوة السوريون الأحرار، أيها الإخوة العرب، أيها الإخوة المسلمون في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا إخوتنا الأعزاء، إن قطعة من أرض بلادنا الحبيبة تكاد تسلب اليوم من قبل الفرس الصفويين الذين داهمونا في بلادنا من العراق وإيران ولبنان. جاءوا ليستربوا هذه الأرض الحبيبة القريبة التي هي حاضنة سيدنا خالد بن الوليد الصحابي الجليل سيف الله المسلول. أيها الإخوة الكرام، إن بلادنا اليوم في بلاء عظيم وشدة وبأس، وخاصة هذه المنطقة الحبيبة على قلوب السوريين وعلى قلوب المسلمين جميعا، تتعرض اليوم لهذه الهجمة النكراء من الفرس الصفويين الذين لا يرقبون في مؤمنا إلا ولا ذمة. هؤلاء الذين يستبيحون دماءنا ويتقربون إلى آلهتهم بهتك أعراضنا وقتل نسائنا وأطفالنا. هؤلاء الفرس الصفويون الذين لا يعرفون للإنسانية معنى، والذين جربناهم في أيام سابقة في التاريخ ثم أعادوا الكرة ثانية في سوريا، هؤلاء اليوم يتسلطون على قطعة حبيبة عظيمة من أرضنا ليستلبوها من بين أيدينا وليقتلوا أهلنا ونساءنا وأطفالنا وأولادنا فيها. يا أيها الإخوة المسلمون، كونوا معنا في هذه الأزمة الخانقة، كونوا معنا بكل ما تستطيعون من قوة. أيها الإخوة السوريون، يا قوى الجيش الحر في وطننا الحبيب سوريا، إياكم أن تتركوا هذه القطعة من الأرض الحبيبة إلى قلوب الجميع أن تفلت من بين أيديكم ليستلبها هؤلاء السرقة اللصوص الفجرة الذين جاءونا من كل حدب وصوب ليأخذوا منا أرضنا وليسفكوا دماءنا وليقتلوا رجالنا ونساءنا. إياكم يا قوى الجيش الحر في أنحاء سوريا كلها، يا أبطال القلمون، يا أبطال حماة، يا أبطال إدلب، يا أبطال الشمال، يا أبطال الجنوب، إياكم ثم إياكم أن تغضوا الطرف عما يجري اليوم في حمص والقصير وما حولها. إياكم أن تغضوا الطرف أو تقعدوا لحظة واحدة عن نجدة إخوانكم بكل ما تستطيعون من قوة. فالأمر خطير، الأمر خطير جدا، والمصيبة عظيمة إن لم تتحركوا جميعا لرفع هذا البلاء عن أمتكم ولرفع هذا الإثم العظيم عن أعناقنا جميعا يوم القيامة بين يدي رب العالمين، ألا نتنازل عن شبر من أرضنا لهؤلاء الصفويين الذين جاءونا من هذه البلاد، الذين جاءونا وهم لا يعرفون شيئا من تراث أمتنا، ولا يعرفون شيئا من أخلاق أمتنا، ولا يعرفون شيئا من أخلاق الإسلام وما جاء به نبينا صلى الله عليه وسلم. إنما هم أخس الناس، جاءوا من الشرق والغرب ومن هنا وهناك ليعتدوا على الناس وليعتدوا على أراضيهم وأموالهم ودمائهم ونسائهم وأطفالهم. يا أيها الإخوة، يا قوى الجيش الحر في سوريا كلها، ينبغي لكم ويجب عليكم أن تتحركوا بكل ما أوتيتم من شجاعة وقوة وبسالة لتصلوا إلى هذه الأرض، أرض حمص الحبيبة، لتخلصوها من براثن وأظفار وأنياب هؤلاء الوحوش الذين تسلطوا علينا في هذه الأيام. ثم أيها العرب الأشراف، أيها العرب الأحرار في كل مكان، ماذا تفعلون؟ ماذا تفعلون وحاضنة خالد بن الوليد تكاد تضيع من بين أيدينا؟ أيها العرب الأحرار الأشراف في كل مكان، تحركوا وهبوا هبة رجل واحد في سبيل نصرة إخوانكم في حمص وما حولها. ثم أنتم أيها المسلمون في كل مكان في أقاصي الأرض شرقها وغربها، هبوا لنجدتنا في حمص وما حولها،
هبوا لنجدتنا ولو بدعوة صارحة تقومون فيها في جوف الليل، تجأرون إلى الله تبارك وتعالى بالتضرع والدعاء والتذلل والبكاء والخشوع بين يديه عز وجل، لعل الله عز وجل يرفع عنا بفضله وكرمه هذا البلاء الماحق الذي جاءنا من هؤلاء الصفويين الأشرار. أيها الإخوة المسلمون في كل مكان، ينبغي أن تتحركوا لنصرة إخوانكم، تصدقوا على الفقراء والمساكين، وأرسلوا منها من مما حباكم الله تبارك وتعالى مما تستطيعون لنصرة هؤلاء الإخوة. تحركوا في الليل والنهار بالدعاء والتضرع والخشوع، لعل الله يرفع عنا بدعائكم ما نزل فينا من البلاء. ثم أكثروا أيها الإخوة في كل مكان، أيها المسلمون في كل مكان، أكثروا من قراءة سورة ياسين بالأعداد الكبيرة جدا، لأن ياسين لما قرأت له، ونحن جميعا نقرأ سورة ياسين ونتضرع بها إلى ربنا تبارك وتعالى ونتوسل بها إليه سبحانه أن يرفع عنا هذا البلاء من هؤلاء الأشرار الوحوش الذين تسلطوا علينا في هذا الزمن. ولعل الله تبارك وتعالى أن ينظر إليكم نظرة رحمة أيها الإخوة المسلمون، نظرة عطف وحنان، أن يتحنن علينا نحن المسلمين برفع هذا البلاء عنا وبإنزال البلاء بأعدائنا الذين لا يخافون ربنا تبارك وتعالى ولا يحسبون له حسابا. أيها الإخوة، إن أعداءنا لا يعرفون ربنا ولا يعرفون إلهنا، بل هم أعداء لله وأعداء لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأعداء لآل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأعداء لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. إنما هم الفرس المجوس الصفويون الذين نعرف وتعرفون من تاريخهم أخس الصفحات التي ما عرف التاريخ مثيلا لها في الوحشية والضراوة، والتي تبتعد أكثر ما تكون عن معاني الإسلام وأخلاق الإسلام. لا يرقبون في مؤمنا إلا ولا ذمة. تنبهوا أيها المسلمون، تنبهوا واحذروا، وكونوا مع إخوانكم في هذه المحنة الشديدة، لعل الله تبارك وتعالى برحمته وكرمه أن يرفع عنا هذا البلاء، وأن يعيننا على ما نحن فيه، وأن يفرج عنا فرجا قريبا عاجلا، إنه سميع قريب مجيب. اللهم يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، أنزل علينا رحمتك وبركاتك ومغفرتك وتأييدك ونصرك برحمتك يا أكرم الأكرمين. اللهم أنزل بأعدائنا بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين. اللهم دمر ملكهم وأزل دولتهم وأبدلنا بهم خيرا. اللهم لا تبقي منهم أحدا وأحصهم عددا، ولا واللهم إنا نسألك أن تنزل منهم البلاء والمحق والعذاب والنقمة والبطش والعذاب، إنك على ما تشاء قدير يا أكرم الأكرمين. اللهم إنا نضع ما نزل بنا من البلاء في أعتابك ونضعه في رحابك، فارفع عنا هذا البلاء برحمتك وكرمك، إنك أنت السميع المجيب. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لئن هبت أعاصير الليالي سيذكر كل طاغوت مقالي. لئن هبت، لئن هبت، لئن هبت أعاصير الليالي سيذكر كل طاغوت مقالي. أقول لذي الرياسة حيث كانوا دوام الحال من نسج الخيال، وتلك قصوركم ما تعمرها بحين عشية تمسي خوالي. فلا أمن سيحمي أو جيوش ولا الأوباش من ركب الجمال. سأنبيكم فدم الناس يغلي وضبط النفس مرخي العقال. سرايا الفقر قد عدت أسودا أراها اليوم تطمح للنزال، وتزأر في جموع الجوع ثوري على الطغيان وانتفضي تنالي. فإما في رغيد العيش تحيا وإما الموت في أعلى الجبال. أشين الهاربين فقل أفيقوا، أقيموا العدل واتخذوا مثالي. فإن ثارت جياع الخبز فيكم
فإن مصيركم تحت النعال، ولن يبقى أمير أو وزير ولا صحب العطوفة والمعالي، وذاك الغرب يدفل في جبين، وكل منافق سيقول مالي. وإن أضحى فساد اليوم أمسى، فلن تطوى سجلات الليالي. أيا شعب الرسالة سر لمجد، إلى صوب المعالي لا تبالي. إذا اتحدت أمانينا وقمنا، فما من مطلب صعب المنال. على ماذا نخاف؟ على ماذا نخاف وقد كوانا حرور العوز يا ذل السؤال؟ ألا يكفي هوانا وابتذالا عقودا كالعبيد لكل والي؟ أنحيا حارثين لبذر قمح وما نجنيه تبنا من غلالي؟ أنحيا شاربين لصرف ماء وقد سقنا السواقي كالبغالي؟ أنحيا تابعين لمن رمونا وباعونا بأسواق الحلال؟ وعاشوا ينبتون الإحن فينا، جنوبي وغربي شمالي. أتونس علمينا كيف نحيا علاة الهام ثوار الخصال؟ أمصرا أرضعينا من جديد، فإن رضاعنا حلو موالي. طراعنة الزمان كفى اضطهادا، فإن البطش من سنن الزوال.